اهلا بيكم. النهارده هعمل لكم بابا نويل بطريقه سهله خالص. كل اللي هنعمله هنرسم ورقه عليها الباترون ده. ده الجسم بتاع العروسه، هنبقى عرضه 7 سنتي وطوله 8 سنتي، ودي حوالي سنتي الرقبه. الايد هتبقى عرض حته صغيره دي 2 سنتي، والطول كله 7 سنتي، لكن لو جينا عند الكف هنلاقيها 3 سنتي طول و3 سنتي عرض. اما دي الدايره بتاعه الراس هنلاقيها عرض 7 سنتي طول 8 سنتي. الرجل هنلاقيها الطول 12 سنتي، العرض 2.5، وعند طول القدم نفسه 3.5 الطول كده. اما العرض هنلاقيه 6 سنتي. ودي الطاقية بتاعته، هنلاقي الطول 8 سنتي والعرض 6 سنتي. ده غير الايه الحركة اللي هي ايه اللي جاي مقوصة دي. ماشي، هنقص عليهم بالظبط. بس الوش هنعمله باللون اللون الوش هنعمل دايرتين لون الوش. اما الطاقيه هنعملها باحمر على طول، اهو اللون الاحمر اهي. الرجل المفروض تبقى باللون الاحمر، بس انا قصيتها كده عشان اخلي القدم احشيه لوحده وكأن هو دوت البوت بتاعه وكده. ده وكده دوت الايد تترسم بالشكل ده. قصيتها من هنا اهو برضو عشان المفروض الايد تبقى لون اسود، وكذلك البوت بيبقى لونه اسود، فلازم ايه نقصه عشان نشبكه بعد كده، نحشي لوحده ونشبكه بعد كده. خلاص الجسم طبعا هنعمله اللون الاحمر. كده الجسم اهو، وكده الجوانتي هنعمل 4 منهم، والجسم 2 والجوانتي 4 والبوت 4. هخيطهم وارجع لكم. وكده سرجنا كل القطع، الجزمة والجوانتي والايدين والرجلين والايدين والوش والجسم، ودي الطاقية. وحطيت لها كورة كده، ممكن تعملوها من الصوف، ممكن تعملوها بأي حاجة، ممكن تعملوا بأي قماش عندكم أي حاجة. هنبتدي نحشي. هحشي كل القطع وارجع لكم. قبل ما احشي الايدين والرجلين، عند الحرف بتاع الايد الكف هنعمل سراجة كده، ونشد كده ونثبت.
بالشكل ده، وبرده الرجلين عند المكان اللي من تحت بتاع البوت. هنعمل كده ونثبت. هحشي بقى وارجع لكم. وكده بعد لما حشيت الشغل كله وحطيت هنا حاجة كده هو زي بيه عشان يديله شكل شوية، لسه عامل له الحزام الاسود. حشيت كل القطع اهو، البوطة اهو بالشكل ده والجوانتات والايدين والرجلين والراس. هوريكم هعمل ايه بعد كده. قصيت زي ما انتوا شايفين كده دايرة حوالي 5 سنتي في 5 سنتي، هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما اتعودنا، كده نلف على كل الدايرة كده عشان نعمل المناخير. ودايما مناخير بابا نويل بتبقى كبيرة. حط الدوران كله كده بالشكل ده، هنعمل كده اهو وبالراحة كده نحاول ندخلها في الدايرة. بالشكل ده ما نقفلش الدايرة للآخر عشان لما نيجي نلزقها بالشمع او نخيطها ما تبقاش عاملة قلق معانا. اهو بالشكل ده هنحاول نحط المناخير كده والعيون كده هظبطها وارجع لكم بالشكل ده. نعمل غرزة في الوش وغرزة في المناخير، غرزة في الوش وغرزة في المناخير، بالشكل ده هنخرج كده الفتلة
هنبتدي بقى نعمل مكان للعيون، وبعد كده هنلزق العين بمسدس الشمع بالشكل ده، هلزقهم وارجع لكم. وكده عملت الحواجب، لازم تبقى تخينة كده، ولزقت العيون، وهحط الترتور كده بالشكل ده، هلزق الطاقية وارجع له. وكده جبت الصوف وهقص حوالي شبر عشان اعمل الدقن، والف كده كذا مرة لغاية لما املى كل الدقن. هعمل الكمية المطلوبة وارجع لكم. في نص كده كل فتلة هنعملها كده بالخيط، الشكل ده، ونخيط كل كمية نعملها. في نص كل فتلة كده هخلص كل الوش وارجع لكم. كده خلصت الشعر وحته فاضت كده من القطيفة، عملت له شنب بالشكل ده. كده خلصت الراس، هبتدي بقى اعمل الجسم. كده هخيط الجسم كده، هنخيط بالشكل ده. انا مش عندي خيط احمر بس مش هيبان، عادي.
بالشكل ده. هبتدي ادخل كده اهو واخيط بالخيط الاسود بالشكل ده، وكمان الرجل هدخلها برضو بالشكل ده واخيط باللون الاسود. وبعد كده هعمل ايه، هجيب ال هجيب الفايبر القطيفة وأداة الخياطة، ماشي، هعملهم وارجع لكم. وبعد لما خلصت الخياطة دي، الخياطة عند الخياطة بالظبط كده، ولبست البوت، هخيط بالشكل ده زي ما احنا اتعلمنا، فتلة تحت كده وفتلة في الدراع، فتلة في الجسم وفتلة في الدراع، وكده برضو هعمل الرجل هخيطهم وارجع لكم. كده ركبت الايدين والرجلين والراس. هنا لازم نداري الخياطات دي، فنعمل ايه، نعمل كأني جيبة كده كأني الجاكيت طويل، بالشكل ده الدايرة خالص اهو. هنعمل الحزام الاسود بقى عليه، فمش هيبان الوصلة دي، نزله شوية اهو بالشكل ده، مش باين خالص اهو خياطات. هنعمل بعد كده الفرو اللي هو قصايه صغيره عندي، يعني مش كتير عندي خالص، لو كتير كنت عملت منها الدقن. هنعمل بقى يعني دي هتتقص نصين وتتعمل عند كل الايدين والرجلين، هلزقها وارجع لكم. وكده خلص بابا نويل، ناقص بس على الشنطه. جبت حتة قماشة خيطتها من ناحيتين، يعني هنا مفيش خياطة، هي كانت مستطيلة خيطتها من ناحيتين، واحط فيها شوية فايبر عشان دي اللي جاي فيها اللعب للأطفال. بالشكل ده واعملها، هدككها بحتة صوف ويشيلها على ظهره، هخلصها وارجع له. وكده بعد ما خلص بابا نويل حطيت له الفرو ده، طبعا عشان انا مخيطه بالسراجه باين كده، عملت له شنب عملت له عكاز، عملت له شنطة فيها لعب عشان الأطفال، حطيت الزراير، حطيت الحزام،
بعدين تحط طوقة عادي كده. خلص كامل، يا رب يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.